كلنا بنحب الشيبسي، هو الاختيار الامثل لاي قعده حلوه، بيحللنا اي قعده واي اكله. لو هنتفرج كده على ماتشات كاس العالم، لو هنقعد قعده حلوه مع اخواتنا واصحابنا، هات يا عم كيس شيبسي عائلي وقطش قطش قط واقعد بقى كل. بس هل الشيبسي ده صحي؟ قالوا لك لا مش صحي خالص، وما ينفعش ان انت تاكليه على طول ومواد حافظه، وما ينفعش للولاد والاطفال. طب بس يا عم انا هجيب لك بطاطسايه وقطعت بطاطس واعمل يا عم شيبسي واقلي في الزيت وهتطلع احلى شيبسي. قالوا لك لا برضه مش صحي والقلي. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا جماعه؟ قلت بس ما فيش حل بقى غير ان انا اجرب لكم تاني، نعمل البطاطس الشيبسي في الفرن من البطاطس المهروسه. ازاي بقى؟ هنسلق بطاطس عادي في الميه، بس اهم حاجه صفيها كويس قوي الميه، او اسلقها في الميكرويف. حطي بطاطس، انا جبت بطاطسيه واحده قطعتها وبعدين حطيتها في الطبق وغطيتها بستريتش وعملت فتحات في الاستريتش ودخلتها ميكرويف 7 دقايق، وبعد كده بقت بطاطس مسلوقه هرستها زي ما انتم شايفين وقسمتها نصين. بصوا دي اللي انا بعمله ده، بطاطسيه واحده قسمتها نصين، نص هحط عليه ربع بصلايه، نص هحط عليه ربع بصلايه هقطعها صغير واضربها في الخلاط، خلاط او هاند بلندر لحد ما تنعم معايا خالص. انا بعمل ايه؟ انا بعمل كده بطاطس بطعمين، واحده بطعم البصل اللي هي الجبنه المتبله، والتانيه بطعم ملح وفلفل. خلاص هيبقى القوام عندي زي ما انتم شايفين كده. لو انت القوام عندك بقى سايل، حسيت ان هو سايل شويه، حطي له معلقه نشا ولا معلقه دين، المهم ان هو ما يبقاش سايل قوي عشان بس ما يغلبكيش. النص التاني من البطاطسايه دي، بطاطسايه واحده انا باكد اهو، بطاطسايه واحده، هقعد بقى ايه ان انا اجيب مصفى سلك واقعد ادعكها كده في المصفى السلك لحد ما تنعم معايا وتخرج من الناحيه التانيه ناعمه خالص. كده انا بعمل ايه؟ بفرم البطاطس وبخليها ناعمه، ما اخليش فيها تكتلات، والعجينه تبقى معايا ناعمه وطريه وكلها حنيه. خلاص هجيب بقى البطاطس دي واقوم اعمل ايه، احط عليها شويه ملح وفلفل اسود عشان تبقى بطعم الملح والفلفل. عايزه تحطي عليها توم، عايزه تحطي عليها اطعم تانية توابل تانية براحتك، وقلبيها بقى كويس. وهنا بقى تقدري تشكلي البطاطس دي من غير ما تحطيها في كيس حلواني ولا حاجه، ممكن تشكليها بايدك لان اصلا القوام مش تقيل. انا حطيتها في كيس حلواني عشان يبقى شكلها ايه حلو. ده ورق الزبده اللي انت سالتوني عليه، انا بجيبه محلات المستلزمات الحلويات مكتوب عليه ورق زبده ايطالي، بس ب 20 جنيه 20 ورقه، ما في ملوش شركه ما اعرفش. حطيت ورقه الزبده على الصاج بتاع الفرن اللي هو بمقاس الفرن، على الصاج بتاع الفرن اللي هو بمقاس الفرن، وهعمل بقى ايه قطع كده من البطاطس، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. وبعد كده هجيب كيس السندوتشات اللي هو كيس البلاستيك بتاع السندوتشات، وهحطه على كور البطاطس واضغط بظهر كوبايه او طبق علشان تبقى عامله شكل الايه الشيبسي. تمام، اضغطي كويس قوي، احنا عايزين الطبقه تبقى رفيعه جدا جدا جدا، كل ما تبقى رفيعه كل ما الشيبسي بتاعك هيبقى مقرمش. انا بقى لقيت ورق الزبده بقى حلو ووحش، ورق زفته وورق زبده، سيبك بقى من الكلام ده. هاتي صينيه تكون مش بتلزق، ادهنيها دهنه بسيطه من الزيت وحطي عليها كور البطاطس وحطي كيس واضغطي بظهر كوبايه او بظهر طبق، وهتبقى احسن بكتير من ورق الزفته ورق الزبده والكلام الفارغ ده. يعني سيبك من حوار ورق الزبده والزفته، وهاتي الصينيه واعملي نفس الكلام في الصينيه وادهنيها زيت. هنحطها في الفرن سخن على درجه حراره 180 او 160 رف اوسط، هتاخد 10 دقايق لربع ساعه. لو لقيتيها لسه طريه اقفلي الغاز وحطي الصينيه تاني في الفرن وهو سخن وسيبيها شويه، هتلاقي البطاطس نشفت والحتت اللي فيها طريه ابتدت ان هي تنشف. بصوا اللي اتعمل في ورق الزبده بقى لونه بني شويه، غير من شكل البطاطس مع انها نفس البطاطس، انما اللي اتعمل في الصينيه بصوا شكله ذهبي وحلو ازاي. يعني طريقه الصينيه احسن بكتير من ورق الزبده يا جماعه، انسوا بقى موضوع ورق الزبده ورق الزفته واستخدموا الصينيه وبس. كده طلعت احلى بطاطس شيبسي معموله من البطاطس المهروسه ومعموله في الفرن من غير ولا نقطه زيت، بجد يا جماعه طعمها تحفه. حطوا عليها بعد كده توابل اللي انتوا تحبوها، هي طعمها حلو جدا واحلى بديل للشيبسي من غير مواد حافظه من غير زيت من غير حاجه. افتكر كده احنا ظبطنا الوصفه. هيصولي بقى وسقفولي كتير وطبلولي كتير، جربوها وقولولي، ولو عجبتكم وصفتي اعملوا لايك للفيديو شيروه واكتبولي كومنت حلو واعملولي فولو لو لسه ما عملتوش. يلا جربوا وقولولي، اوعى تنسوا. باي باي.